أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نذهب الآن إلى شباك الفنون الذي نبدأه من العاصمة العمانية مسقط. ومهرجان مسقط أحد أبرز الفعاليات في منطقة الخليج، المعروف بما يقدمه من جو عائلي بهيج ومختلف الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية والترفيهية والتسويقية التي تجذب العمانيين والزائرين أيضا. يتيح المهرجان فرصة مثالية لأصحاب الحرف التقليدية والمؤسسات الصغيرة لبيع منتجاتهم ومأكولاتهم الشعبية في أجواء مفتوحة في حدائق مسقط، كما تشارك في المهرجان فرق ثقافية وفنية محلية ودولية في كرنفال فني ثقافي. نتابع. تضيء الألعاب النارية سماء مسقط. إنه المهرجان الذي يعود على سكان مسقط كل سنة منذ 20 عاما في هذا الشهر، هنا في حديقة النسيم وكذلك في حديقة العامرات ومسرح المدينة والعديد من الأماكن الأخرى في العاصمة العمانية. يتوافد الزوار من عمانيين ووافدين وسياح بعشرات الآلاف للاستمتاع بالفن والثقافة والتراث. فيما يخص الفعاليات والعروض المقدمة بمنتزه حديقة النسيم العامة، هي 13 فعالية. طبعا تحتوي هذه الفعاليات على فعالية المسرح المفتوح، وكذلك فعالية القرية التراثية، وكذلك فعالية الفنون التسلية، وكذلك فعالية القرية التراثية، وكذلك فعالية المشاركات الحكومية والمؤسسات والمؤسسات الأهلية. طبعا في القرية التراثية رقص شعبي من مختلف محافظات البلاد. يرقص هؤلاء رقصة الربوبة من مدينة سور على نغم الطبلة والمزمار. وتحيي هذه الفرقة تراث مدينة ظفار، تراث يدل على عراقة البلاد ومكانتها عبر التاريخ كمنطقة طرق بين إفريقيا وآسيا وشبه الجزيرة العربية. فن الربوبة يستخدم فيه باقة الإيقاعات اللي هي الكاسة والرحماني، وباقة الآلات العود والأورج. واستخدم وعادة رقص الربوبة يعني تكون في المناسبات في الأعراس. وفي مكان آخر من الحديقة وعلى خشبة هذا المسرح، أحيت فرقة بيان ليلة إنشادية. مواضيع الإنشاد نحاول يعني تتكلم عن الدين الإسلامي، عن السيرة النبوية، عن التسامح، عن الكلام وطني. كما أطربت هذه الفرقة جمهور المهرجان بهذا العرض المليء بالألوان والصور والموسيقى. وبين هذا العرض وذاك يجوب الكرنفال الحديقة باعثا البهجة في نفوس الصغار والكبار. وللمسرح والسينما والفنون الأخرى نصيب في مهرجان مسقط. تتنوع الحقيقة بين الندوات والأمسيات والمحاضرات، سواء كانت الشعرية أو الفكرية، إضافة إلى المسابقات الثقافية، بالإضافة إلى يعني الإنشاد الديني أو الإنشاد الثقافي بشكل عام يعني. ولا شيء أحلى من تناول المأكولات العمانية والخليجية الأصيلة، فهي جزء من التراث والهوية. لا يكاد ينتهي عرض حتى يبدأ آخر. موسيقى ورقص وفولكلور وألعاب وغناء، هذه هي ليالي مسقط، ليالي يحتفي فيها العمانيون بالفن والحياة. إقبال تليلي للتلفزيون العربي مسقط. نبقى في مسقط، حيث أجرت كاميرا العربي حوارا مع حسن بن علي البلوشي مدير إدارة مهرجان مسقط والمسؤول عن الفعاليات في القرية التراثية، حول المهرجان وأهميته وأهمية الفعاليات والأنشطة التي يشملها المهرجان هذا العام. الحقيقة بالنسبة للفنون الفلكلورية هناك العديد من الفنون نستقطبها من جميع ولايات السلطنة،
فهناك يعني من منطقة الشرقية فنون البحر، لأن ولاية صور وهذه الولايات تقبع على الساحل، وأيضا هذا هناك فنون المديمة وفنون الشوباني وأيضا فنون الرزحة، إلى جانب أيضا فنون الأخرى فنون البوزلف. أيضا من داخل مسقط هناك فنون نسائية وفنون أيضا فن المالد والتواشيح الدينية، أيضا هذا موجود في داخل القرية التراثية، إلى جانب الفنون أيضا المقدمة من محافظة ظفار من الجنوبية من صلالة، هناك فنون الربوبة وفنون العديد من الهبوت والكثير من الفنون العمانية التي تشتهر بها أيضا محافظة ظفار، إلى جانب العديد من الفرق. أيضا هناك أكثر من 70 فرقة تؤدي من خلال مهرجان مسقط الفنون المختلفة هنا، وأنا حقيقة يعني لدينا قاعدة بيانات لهذه الفرق، وهي فرق معتمدة من وزارة التراث والثقافة، فيعني ولها سجل حافل في 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 سواء داخل أو خارج السلطنة. وها والحقيقة إجابة على سؤالك، نحن أردنا أن يلاحظ السائح أو يزور السائح ويلقى ضالته كل ما عن سلطنة عمان داخل هذه القرية التراثية، سواء فن أو حرف أو مأكولات تراثية، وهذا هو المقصد، أنه يعني الزائر لمهرجان مسقط يلاحظ كأنه في عمان بأكملها داخل القرية التراثية، فالقرية التراثية عبارة عن ولاية عمانية مصغرة. ما هي أبرز الفعاليات في القرية الثقافية في هذا المهرجان؟ في هناك عروض للسيارات الكلاسيكية من خلال نادي عمان للسيارات، وهو أيضا كل يعني يؤدى كل خميس وجمعة، عروض من داخل وخارج السلطنة، عروض لهواة السيارات والسباقات وعروض السيارات الكلاسيكية، إلى جانب الندوات الفكرية التي تقام أيضا في النادي الثقافي وفي جامعة السلطان قابوس وفي نادي وفي يعني الجمعية العمانية للسينما، هناك عروض أيضا ومسابقات لهذه العروض. هناك عروض أو باقة مختلفة من العروض تقدم من خلال مهرجان مسقط، وليس فقط يعني أن السائح يعني يرى ضالته أينما يريد، سواء فن أو عروض أو تقلي ثقافة أو فن وتراث، فهذا موجود حقيقة من خلال مهرجان مسقط. كان هناك مسابقة للأفلام القصيرة، وتحدثنا أكثر عن هذه المسابقة. الحقيقة هو هذا يعني لهذا العام جائزة سالم بهوان، وسالم بهوان رجل قدم الكثير للتلفزيون العماني سواء السينما أو المسلسلات، فغيبه الموت عنه ولكن ذكره باقية، وهذا العام تأبين لهذا الفنان، وقيمت مسابقة اسمها مسابقة سالم بهوان للأفلام الروائية القصيرة، وأيضا هناك أفلام يعني مسابقة للصور للأنيميشن والصور الفوتوغرافية، وأيضا إلى جانب بعض الندوات الفكرية التي تتناول الاقتصاد والفنون والإرث الثقافي والمعرفي، ويؤدي أيضا من داخل وخارج السلطنة، إلى جانب العديد استقطاب العديد من الشعراء والشاعرات من الوطن من مختلف الوطن العربي. لو تحدثنا أكثر عن المشاركة المسرحية في هذا المهرجان. قدم البارحة وقبله عرض لمسرحية كويتية من تقديم الفنان طارق العلي، وحقيقة كان الإقبال منقطع النظير، مسرحية فكاهية، وحقيقة امتلأ المسرح عن بكرة أبيه من خلال مسرح المدينة في مسقط، إلى جانب العروض الهندية، في عروض راقصة هندية، عروض أيضا من النيبال، عروض أيضا للجاليات، وهناك أيضا يعني أيضا الفنانة مريم فارس والعديد من الفنانين قدموا هذه يعني الوصلات الغنائية أيضا من خلال مهرجان مسقط. كيف ترون الحضور الجماهيري في هذا المهرجان؟ والله المشاركة يعني الإقبال الجماهيري كبير على مهرجان مسقط، يعني البارحة حدود ما يزيد على 80 ألف بين متنزهي النسيم والعامرات،
فيعني كان المكان ممتلئ بالزوار والمقيمين داخل السلطنة والمواطنين، فالإقبال يعني كل يوم يسجل زيادة عن اليوم اللي قبله، فهناك إقبال كبير من لدن سواء يعني العمانيين أو المقيمين داخل السلطنة أو حتى الزوار من 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 كل أقطاع من كل أصقاع العالم. ماذا عن المشاركة العربية والأجنبية في هذا المهرجان؟ الحقيقة نحن نستقطب كل عام العديد من المفكرين من داخل يعني من الوطن العربي ومن خارجه، هناك شعراء وهناك أيضا مفكرين وهناك أصحاب دور نشر يعني من داخل الوطن العربي، وأيضا نستقطب العديد من يعني الفنانين أو العروض من 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 خارج السلطنة، فهناك عروض باقة متنوعة حقيقة يعني من نحن نستقطب الجميع يعني من جميع الجنسيات ومن جميع الأقطار سواء داخل الوطن العربي أو من العالم أجمع، فهناك حقيقة يعني المتتبع يعني بالانكثب لفعاليات مهرجان مسقط يلاحظ هذا التطور وهذا الفارق الذي يحدث المهرجان سنة عن أخرى. شكرا للزميل إقبال تليلي على هذه التغطية الخاصة المميزة فعلا لمهرجان مسقط. طبعا ربما ما يساعد الآن مسقط في أن تقيم هذا المهرجان الفني الكرنفالي الاحتفالي وأيضا في العديد من دول الخليج هو الجو الجميل الآن في هذه الفترة من شهر واحد إلى تقريبا الشهر الرابع، يكون الجو هناك جميل جدا، لا يوجد شتاء وإنما هو صيف قريب نوعا ما من البرودة، وبالتالي تلاقي هذه المهرجانات هناك نوعا من النجاح كما شاهدنا وفعاليات عديدة ومشاركات أيضا عديدة.